حيول جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. هكذا الابداع والحفل الكريم في هذا الصباح، وهكذا الانطلاقات، وهكذا ايضا التحدي المثير في هذا الصباح. ينطلق شوطنا 11 في مجموعة المشتركات في هذه اللحظات وبهذه الإثارة. ناخذ مقدمة الشوط، والمركز الأول مع الأبكار بلقى الشاهينية تتقدم، وشواهين سعيد بن حمد أو سعيد بن سالم بن راشد الدرعي مع المركز الأول في هذه اللحظات، بينما المركز الثاني شوف التقدم في هذه الإثارة، والشاهينية مبارك من طرشون بن صالح العامري قدم الشاهينية على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث من ميمنة الميدان تتقدم أيها الحفل الكريم بهذا الشعار وبهذا الانطلاق، ولكن أيضا يأتي ناصر بن حمد بن شيرة الينيبي يتقدم بدوره في هذه اللحظات، وأيضا بن مكتوم الينيبي يتقدم بدوره في هذا الانطلاق وبهذا التحدي المثير. ما شاء الله وتبارك الرحمن، شوف الابداع وشوف التحدي وشوف الاثاره في هذه اللحظات الاخيره. يا سلام على هذا الرقص الجميل والتحدي المثير في هذه اللحظات ما بين هذه الاسماء. لكن مبارك بن طرشوب بن صالح العامري مع المركز الاول، وكذلك ايضا هناك ايضا اللي هو محمد بن سالم المكتوب الينيبي وبن سالمين قادم في هذه اللحظات، وتدخل على مستوى المركز الرابع. ويا سلام عليها، هذه هي تتقدم يبدو ان اشعار الشامسي حاضرا على مستوى المركز الرابع، لكن اللحظات الاخيره 200 المتر الاخير. يا سلام الرقص الجميل والتحدي المثير في هذه اللحظات وبهذه التحديات المستمرة. ما شاء الله بن سالمين قادم في هذه الإثارة وبهذا الإبداع، ولكن محمد بن حميد بن سالم الشامسي 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 مع المركز الأول، وبن سالمين ولا الشامسي. يا سلام اللحظات الأخيرة، والشامسي هو من يحقق الفوز والناموس والانتصار. تهانينا المقا الثاني عند بن سالمين والمقا الثالث عند بن مكتوم. هذه هي نتائج جرام مشاهدينا الأعزاء وتوقيتنا الزمني 2:11. تهانينا والناموس لمالك أيضا الشهري محمد بن حميد بن سالم الشامسي، له التحية على هذا الفوز والانتصار.